بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 44 بعد 200. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تزكية النفس والقلب: فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى. قال تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير، فإنما تحصل بإزالة الشر، فلذلك صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي الإلهية عما سوى الخالق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا هو أصل ما تزكو به القلوب. والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، كما يقال: عدلته، إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبروا بزكاتها، وهذا غير قوله: قد أفلح من زكاها، ولهذا قال: هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي يجعله زكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم. والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها، فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم، فإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم، كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل، وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والعمل له أثر في القلب من نفع وضرر وصلاح قبل أثره في الخارج، فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. قال بعض السلف: إن للحسنة نورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. قال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. وتبسل أي ترتهن وتحبس وتؤسر، كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه، والمرض إنما هو بإخراج المزاج، مع أن الاعتدال
مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، لكن الأمثل فالأمثل. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف، والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ما نزكي به أنفسنا من طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا ما نهانا عنه من تزكيتها بمدحها والإعجاب بها وتبرير ما هي عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.